أكد وزير التعليم دكتور حمد آل الشيخ أن التعليم رفعت الجاهزية في جميع مدارس التعليم العام لاستقبال طلاب وطالبات منذ وقت مبكر. وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان وزارية لمتابعة التجهيزات المدرسية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، ولمتابعة تأمين الميزانيات التشغيلية للمدارس ودعم البيئة التعليمية في مختلف الجوانب، بما سيثري العملية التعليمية في المراحل الدراسية ويحقق المؤشرات الإيجابية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات. وهنأ وزير التعليم الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية وأعضاء هيئة التدريس بعودة الدراسة في كل المناطق والمحافظات.